السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My brother Idris, how are you? We started today. Start a number 15 to a number 19 from Surah Al-Muzzammil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Okay, my brother, this is your homework. Assalamu alaikum.